يستاهل وطبعا ده علي معلول ده اللي كان على فكرة ده كمان كان يستاهل ده من نجوم المباراه والنجم الاول انت, انت حتى ما اديتنيش فرصه ان انا اصحح النتيجه يعني انا لما قلت 3-2 رحت انت مصرخ 4-2 عشان جون علي معلول طبعا عشان احنا كنا بنطران على حاجه معينه قبليها بثانيه ايوه بالظبط انا يعني رغم الجهد الكبير جدا اللي عمله امام عاشور وكوكا النهارده عامل ماتش كويس صحيح. ومروان عامل ماتش كويس ياسر و